سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما أميريا يقضي بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي، أستأذنكم سيدي بدعوة أصحاب السمو والمعالي لإلقاء القسم أمام سموكم. فليتفضل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإلقاء القسم. بسم الله العظيم، أن أكون مخلصا للحاكم والبلاد، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي واجبي بأمانة وصدق، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ محافظة تامة على كيان البلاد وأموالها، والله على ما أقوله شيء. فليتفضل معالي اللواء فارس خلف المزروعي عضو المجلس التنفيذي القائد العام لشرطة أبو ظبي لإلقاء القسم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للحاكم والبلاد، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي واجبي بأمانة وصدق، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ محافظة تامة على كيان البلاد وأمواله، والله على ما أقول شيء. فلتتفضل معالي سارة عوض عيسى مسلم عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة التعليم والمعرفة لإلقاء القسم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للحاكم والبلاد، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي واجبي بأمانة وصدق، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ محافظة تامة على كيان البلاد وأموالها، والله على ما أقول شيء.